السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. اليوم سوف نريكم كيف تشتغلون على ايردروب قوي جدا، واقصد بقوي نعم ايردروب فيه اوبجكتيفز كبيرة جدا. العملة الان تقريبا وصل $84 عندما نذهب الى كوين ماركت كاب، ثم نقوم بكتابة اسم العملة. هكذا، فسعر العملة الآن $81، هذه عملة واحدة فقط، فما بالك لو عملوا ايردروب ب100 أو $50 على حسب الإكسبيات التي سوف نجمع في هذا الموقع الذي سوف نريكم الآن. لكن قبل أن نتطرق إلى هذا الشرح، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وتعليق لجميع الفيديوهات التي ننشرها. هناك ايردروبات كثيرة، ايردروب للدوب، ايردروب لسوبرا، ايردروب لبيرشين. اشتغلوا على بيرشين انصحكم، لانه ايردروب قوي، اول بروجكت يعتمد على بروف اوف ليكويديتي، يجب ان تشتغلوا عليه. شاهدوا الجزء الاول وكذلك الجزء الثاني، هذا هو الجزء الاول وهذا هو الجزء الثاني. وايردروب كذلك للناس الذي ليس لديهم حاسوب، يمكنكم اشتغل بالهاتف، عمل مهمات، اشتغل بالريفيرال الخاص بك، تتحصل ب 2000 نقطة وتبدأ في الربح إن شاء الله بحول الله. alright الآن الناس الذي اشتغلوا في زيتا شين، الناس الذي قبل أن تقل ميتس، الناس الذي اشتغلوا على زيتا شين سوف أريكم إثبات الربح هنا. مثلا لنرى هنا، نعم نشرنا قبل 8 أشهر، فهذا هو إثبات الربح، تحصلت ب131 زيتا، قمت بعمل 105,000، يعني حصلت على 105,000 زي بي عن طريق ترانزاكشنز في زيتا لابز. يعني كل اسبوع اقوم بعمل سواب بالمجان بطبيعة الحال، لان هذه تحصلت عليها بالمجان، وتحصلت كذلك على 10,000 بانفايت يوزرز، ولم اتحصل على اي شيء بالنسبه للاكتيفيتي لان هناك بعض الناس لم تشتغل. الان هذا هو الاثبات كما ترون معي هنا. الاثبات الثاني بالنسبه لايردروب اخر لم انشر، لانه يعني كنت اشتغلت عليه في اول 2023، تحصل ب 200 جوب، والان تقريبا سعر 200 جوب الان تقريبا $120-$130، لكن يرجح ان ترتفع النسبه على حسب ان المشروع قوي. لكي لا نضيع الوقت استسمح، كانت هذه فقط خلاصة. الان ننتقل الى ميتس. سوف نحتاج في هذا البروجكت الى واليت ميتاماسك. اوكي، سوف نحتاج الى ميتاماسك. بالنسبة لميتس كما ترون معي هنا، making ethereum accessible to everyone، يعني هذا مبني على الايثيريوم. وحذاري ان تدخلوا الى التليجرامات، الناس اللي تنشر التليجرامات في التعليق لا تدخلوا ابدا. هذا هو الموقع الرسمي، ادخلوا فقط في الموقع الرسمي لكي تعرفوا بان هذا المشروع هو مبني في الايثيريوم وليس في البي ان بي تشين. اوكي، هذا هو الموقع، سوف ترونه اسفل الفيديو بطبيعة الحال. هنا الاكسبيت التي سوف تجمع، يعني 2600 اكس بي جمعتها، قمت بعمل تقريبا اقول لك 4 مهمات. المهمة الرابعة هذه البوزيشن لم اكملها لان هناك يعني ضغط في الموقع في الار بي سي، اكملت هذه الثلاثه وبقيت هذه ميتاس، سوف نقوم بعملها بعد، اريكم كيف. وبالنسبه للوالد فتاكدوا من انكم يعني عندما تعملوا الوالد تقوم بعمل ادرس جديد. كيف سوف تذهب هنا؟ سوف تقوم بعمل اد اكونت اور هاردوير والد، ثم تعمل اد نو اكونت، ثم تكتب اسم الاكونت، ثم تعمل كرييت. اوكي، ويفضل ان تعمل يعني كل بروجكت نشير له تعمل له والد جديده. هنا مثلا عندما نذهب هنا سوف نختار ميتس سيبوليا، سوف تفتح لك نافذه هنا، سوف تعمل ابروف. اوكي، ثم سوف يعطيك هنا 0 ميتس. هذه بطبيعه الحال ليس لها قيمه لان فقط تستنت. اوكي، عندما تتحصل ب
هنا صفر مثلا بيتس، سوف تذهب، سوف نقوم بعمل دوموند للتست توكنز. سوف نضغط على كليم تست توكنز، سوف نضغط على كليم هكذا، ثم يجب عليك ان تحمل التليجرام في حاسوبك وتعمل سكان، يعني يعني تعمل رقم الهاتف او تعمل سكان عن طريق تطبيقك في الهاتف، تحمل التليجرام في الهاتف ثم تفتح نافذة ثم تعمل سكان ثم تدخل بالتليجرام في الحاسوب. سوف تعمل اوبن تليجرام ديسكتوب، سوف يفتح لك مثل هذا الشكل، سوف يقول لك ستارت. اذا ماذا سوف نفعل؟ سوف نكتب ستارت هكذا، ثم سوف نقوم بعمل الوليد الخاص بنا. متى هذه هي الوليد الخاص بنا؟ اين سوف نجدها؟ هنا سوف نذهب الى هكذا، سوف ننزل هذه، ثم سوف نعمل كوبي تو كليب بورد هكذا، سوف نضغط عليها فقط، ثم سوف نعمل ستارت وسوف نعمل باست، سوف نعمل انتر. انا اصلا تحصلت ب هذه التست توكنز، اوكي. لذلك سوف يعمل لك، يرسل لك التست توكنز مره واحده فقط، يعني يجب عليك استغلال كل هذه الاشياء التي سوف يرسلها لك. الان نزل هذه النافذه، تم الارسال بنجاح. سوف تعمل ريفرش، يعني تضغط هكذا، سوف تذهب هنا عندما تراها كومبليتد، او نضغط على كليم هكذا ثم تعمل ريفرش وتظهر completed، ويجب أن تتأكد إذا زاد لك في XP فتمت العملية بنجاح. تذهب الآن إلى المرحلة الثانية النت سواب، سوف نعمل ستارت هكذا، تبعوا مراحل خطوة بخطوة إن شاء الله لكي يكون ربح وفير بطبيعة الحال. هنا سوف نعمل سواب وبول، لن نعمل ايرن أو لانش باد، هذه لا تهمنا، فقط سواب بول، لأن هنا يقول لك سواب توكنز provide liquidity. سوف نذهب الى السواب هكذا، سوف مثلا هنا سوف نختار الميتس مثلا يعطيك 0. كانت نعم 0.28، لذلك سوف تقسمها على أربعة أو ثلاث أجزاء، لأنك سوف تحتاج التست توكنز في التيتس وحمص والنت سواب. يعني 0.28 تقسم على 3، يعني سوف نحتاج تقريبا 0.08 اعتقد، او 0.07. لذلك سوف نكتب هنا 0.07 ثم نقوم بتحويلها الى النت. لماذا يقول لك انسيفيزون؟ لانني اصلا اكملت المهمة، بقيت لي 0.05، مثلا نعطيكم مثلا 0.05 هكذا ثم تعمل سواب، اوكي، ثم نضغط هكذا ثم تعمل confirm swap، ثم هنا تعمل confirm، اوكي. عندما تعمل confirm يتتم العملية بنجاح. ثم هنا سوف نعمل pool، ويجب عليكم متابعة هذه الاشياء بدقة. نعمل create pool ثم نذهب الى metis ونذهب كذلك الى النت، ثم هنا سوف نكتب مثلا 0.02 مثلا، اوكي، ثم تعمل ابروف، ثم ننتظر قليلا، ثم هنا تعمل ماكس، ثم تعمل نيكس ابروف، سوف ننتظر. اذا كان الموقع يتعطل يعني حاول معه مرة اخرى، لان هناك عليه ضغط. هنا سوف تعمل، لحظة لكي نزيل هذه التليجرام، سوف تعمل approve net، ثم تأكد أنك عملت confirm، ثم هنا تعمل supply، آخر setup هو هذه، تعمل confirm هكذا ثم تضغط على confirm وانهيت العمل بنجاح، اوكي. سوف نزيل هذه القائمة هكذا، ثم نضغط هكذا ثم نعمل refresh.
ثم عندما تعمل completed يعني ترى هنا completed يعني أكملت هذه المهمة الثانية. الآن ننتقل إلى المهمة الثالثة وهي التيتس. أوكي، بالنسبة للتيتس هنا أعتقد هناك مشكل كما قلنا في الار بي سي، لكن لن يمنعنا من أن يعني نحاول. هنا سوف تعمل long short. أوكي، هنا أول شيء سوف تعمل swap، لأن هنا المهمة الأولى هي swap tokens. هنا سوف تقوم بعمل swap للميتس يا إما لـ USDC أو لوراث ميتس. سوف مثلا نعمل USDC مثلا، سوف نكتب كما قلنا سوف نقسم الـ هذه مثلا على ثلاثة، إذا سوف نشتغل بـ 0.07، لكن بما أن ليس لدي بالانس يعني البالانس قليل، لذلك سوف أقوم بكتابة 0.03 هكذا. سوف تعمل swap confirm. ثم تعمل confirm هكذا. سوف ننتظر قليلا. الآن تم عملية swap بنجاح. يمكنك عمل مثلا هكذا مثلا لكي تتعلم على كيف تقوم بعمل swap. سوف isDC مثلا سوف نعيد يعني عمل swap لها. مثلا سوف نقوم بكتابة مثلا 2 ثم نعمل swap هكذا confirm swap. ثم تصدق قليلا ثم تعمل confirm. إذا لم تتم العملية حاول معها حاول وحاول حتى تتم بنجاح. الآن تمت عملية ريسواب بنجاح. هنا سوف نعمل لونج شورت. أنا صراحة لا أعرف لونج شورت لأنني لا أهتم صراحة باللونج والشورت، لكن سوف فقط يعني الموقع كما قلنا تجريبي، لذلك سوف نقوم بعمل مثلا 0.04 هكذا. سوف مثلا هنا يعطيك مينيمم أوردر، لذلك سوف تقوم بكتابة 0.08. نعم هنا لدي $3 لكن سوف نضغط هذا البوتن يعني عندما يكون متوفر. ثم تقوم بعمل swap نفس الأشياء التي عملناها. نذهب إلى الشورت مثلا نعمل نفس الشيء، نكتب 0.07 أو 0.08 ثم تعمل confirm مباشرة. آخر setup عندما ننتهي من long والشورت نذهب إلى liquidity. هنا مرحلة سهلة جدا. هنا سوف تقوم بعمل بايت تي ال بي، ثم هنا سوف نقوم بكتابة ال هنا مثلا 0.04 أو 0.01 مثلا، يعني كان رأيكم مثال. يمكنك كتابة 0.03 تعمل باي. هنا يوفر لك كذلك الخيارين، كذلك يمكن أن تعمل باي وذ ميتس أو باي وذ اي اس دي سي، لكن هنا يفضل تعمل confirm ثم تتحصل بال TLP مباشرة. أوكي، الآن أنهينا من هذه المرحلة، نزيلها ثم نعمل refresh. ثم إذا عمل لك in process فهذه كما تلاحظون معي swap tokens يعني ذهبت، وهذا شيء جميل. ATLP liquidity بقيت فقط long short 2900 XP. الآن نذهب إلى الحمص الآن ثم نعمل start ثم نعمل launch app. أوكي، هنا ماذا سوف نقوم بفعله الآن؟ هو أنه سوف نقوم بعمل swap كما يقولون هنا swap tokens provide liquidity. أمور سهلة جدا. هنا سوف نختار مثلا نقول MDAI مثلا، سوف نقوم بكتابة هنا أو سوف نعمل هذا السهم لأن لدي MDAI كثير. سوف نكتب مثلا 8 أو لحظة سوف نكتب 20 مثلا. أعتقد حتى الموقع فيه بعض المشاكل، لكن المهم عندما تكتب مثلا القيمة هنا
ثم يتم تحويلها اوتوماتيك، تعمل كونفيرم هكذا. نفس الاشياء التي قمنا بها، التي تقوم يعني تظل لك نافذة هنا، تعمل كونتينيو كونفيرم، ثم تمت العملية بنجاح. هنا سوف تذهب الى بول مثلا، سوف ننتظر، ثم هنا سوف نقوم بالذهاب الى يعني لديك خيارين، كواد كريبتو او تري ستيبل. سوف نختار كواد كريبتو، سوف نعمل ديسبوزيت، سوف نريكم كيف. مثلا 0.0002، ثم تكتب هنا القيم التي لديك، سوف تكتبها وتكتب اقل. سوف نكتب مثلا هنا 2.0005 و 0.02 مثلا، ثم تعمل اد ليكويديتي. سوف نعمل كونفيرم مثلا، سوف نعمل دان. اعتقد يتعطل قليلا لان كما قلنا الموقع فيه ضغط، لكن سوف تحاول يعني تحاول مرارا وتكرارا ان لا تم تعمل الديسبوزيت بنجاح. نعم تم عمل الديسبوزيت كما تختارون معي هنا، نقص لي من الليكويديتي. وهنا سوف اعطيك كليمين ريوارد لكن ليست مهمة. لماذا؟ لان نحن فقط سوف نقوم باكمال هذه المهمة بنجاح، ثم تعمل ريفريش. ثم كما تلاحظون معي اذا لاحظت كومبليتد فتمت العملية بنجاح. اذا كانت لديكم اي تساؤل بخصوص حمص مثلا، اذا كان في مشكل ارسلوا لي اسئلتكم في اسفل الفيديو لكي احاول اجابة عنها ان شاء الله. هنا اخر ايطاب لكي ننهي الحلقة ان شاء الله، وهي ميدا. سوف نعمل ستارت ناو، سوف نزيل هذه هكذا ثم نزيل هذه. اوكي هذه مثل اللوتري، لكن كما قلنا نحن في التست نت نحن لا نهتم باللوتري. سوف نذهب مباشرة الى باي تيكيت، ثم نختار ميت توكن، ثم هنا يقول لك فوسيت از مينتينين. انا لم انهي هذه المرحلة، لماذا؟ لان الموقع فيه مشكل في الار بي سي، لذلك سوف انتظر ان شاء الله حتى يتم حل هذا المشكل. ثم نقوم بمحاولة لكي نتحصل ب 1000 نقطة، وهذه 1000 نقطة مهمة جدا لكي يكون لدينا في التوصال تقريبا كما تلاحظ معي 3275، يعني زائد 1000 يساوي 4275. الفوسيت از مينتينين، سوف ننتظر في الصباح او في الليل حتى يتم حل هذا المشكل. والمهم كيف مثلا عندما تحصل بالفوسيت سوف تضغط على ايم نوت اي روبوت، ثم تعمل دي دريب، نعم نضغط على الدريب هكذا. ثم عندما تتم العملية هنا سوف نكتب مثلا الواحد، لأن لا يمكن أن نكتب أي شيء حتى نتحصل بالفوسيت، نكتب واحد ثم تعمل أبروف. تظهر لك نافذة هنا تنعمل كونفيرم، ثم تنتظر حتى تنهي هذه المرحلة بنجاح. كومبليتد، ومبروك عليك أكملت التست نت بنجاح. المشروع الآن في السيزن 1، السيزن 2 قريبا وسوف يضيفون خيارات جديدة، لكن يفضل أن تكون في السيزن 1 لأن متأكد يعني الريورد سوف تكون كبيرة إن شاء الله. المشروع قوي، لديهم تويتر قوي، وكذلك لديهم عملة الآن 82 دولار للعملة الواحدة، فما بالك إذا عملوا ايردروب ب يعني عشرات أو مئات العملات، فقط عشرات العملات يعني كافية. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بالجديد، وكذلك متابعة جديدنا من الفيديوهات التي نقوم بشرحها لكم. التليجرام سوف أقوم بنشره في أسفل الفيديو، ادخلوا للتليجرام الخاص بي، أنشر في بعض المرات الأشياء التي لا أنشرها في اليوتيوب. شكرا للمشاهدة و see you later.